نخش في شويه حاجات كده برضو سريعه مع حضراتكم. نتيجه مباراه الذهاب بذكركم 0-0 على استاد برج العرب. اقيم اللقاء يوم 13 اغسطس في الشهر الماضي. المباراه كانت على استاد برج العرب، ومباراه كانت غريبه جدا في احداثها. الاهلي ما وفقش ابدا في احراز اهداف، ضيع عدد كبير جدا جدا الاهلي مشواره في البطولات العربيه، لعب 51 مباراه، فاز في 30، تعادل 13، واتغلب 8، اهدافه 99 عليه 40. يعني النهارده اللي هيسجل على موعد برضه مع التاريخ. دايما الارقام اللي هي ايه، 1 100 200 300 400 500، زي البطولات الافريقيه ما ذكرنا كده مع حضراتكم. بطولات العربيه، بطولة أبطال الكؤوس بالقاهرة سنة 95، دي أول بطولة عربية خدها النادي الأهلي، كانت سنة 95 لو تتذكروا، فاز الأهلي بيها في مارس 95. بطولة أبطال الدوري بالقاهرة سبتمبر 96، بطولة النخبة في المغرب مارس 97، وبطولة النخبة العربية السوبر اللي كانت في تونس برضه هي والمغرب كانت 98. النهاردة بقى اللي هيسجل رقم 100 بإذن الله ان شاء الله الرحمن يبقى حظه حلو اكيد. يعني احمد عبد المنعم ده هداف البطولات العربيه بالنسبه للنادي الاهلي 13 هدف، هادي خشبه 8 اهداف، حسام حسن 7 اهداف، وليد صلاح الدين 7 اهداف، علي ماهر 7 اهداف، احمد فيليكس 5 اهداف، وعادل عبد الرحمن 5 اهداف.